هنتكلم النهاردة عن سؤال بيسأله ناس كتير، طب ما ينفعش يا دكتور نشيل بس اللحام اللي هو المبكر ده وبس، من غير ما نركب خوذة أو من غير ما نعمل العملية الكبيرة اللي هو سوتشاركتومي، من غير ما نلبس الخوذة؟ أو طبعا ده سؤال يبدو منطقي، وهو بالفعل كان ده اللي بيحاولوا يعملوه زمان، بس كانت النتيجة محبطة جدا. فتعالى هنا في الفيديو ده هنوريكوا حالة عملنا فيها السوتشاركتومي بس. احنا ممكن فعلا نعمل اللحام المبكر ده نشيله، بس ده لو الطفل سنه صغير تحت شهر، وعلى فرض ان الحالات ما تكونش حالات من الدرجات المتقدمة العنيفة، لان ده مش هيكفي. فمثلا احنا قدامنا الطفل الصغير ده كان عنده شهر وكان جايب حالة رأس مثلثة من الدرجة المتوسطة، وزي ما احنا شايفين الرأس شكلها مثلث والبروز اللي هو في وسط الرأس. بناء على مشاورة مع أهله قررنا نعمل الجراحة المحدودة، ودي كان بعد الجراحة بأيام قليلة يعني. وده زي ما انت شايف فوق الجرح بيبقى جرح صغير بالعرض. احنا توقعنا للنجاح الجراحة دي توصل حوالي مثلا 80 أو 90%، وعشر أو 20% لما الطفل بيكبر بنلاقي إن التصحيح مش كافي، وقد نحتاج ندخل تاني بجراحة كبيرة علشان نصلح الرأس. لكن طبعا هي بتوفر في الوقت وفي ما بتحتاجش بقى دم إلا قليلا يعني، والنتائج بتاعتها بتبقى مرضية في معظم الحالات. ده بعد أسبوعين من الجراحة زي ما احنا شايفين القورة بقت اتفردت خالص، مش بالكامل طبعا، بس يعني بدرجة كبيرة ما بقتش بقى ملحوظ، المرض نفسه ما بقاش ملحوظ أو ظاهر. بينما طبعا لو كنا ما عملناش الجراحة كان على السن ده كان التشوه هيكون زاد جدا وهيبقى حاد جدا. فهنا بعد أسبوعين وزي ما احنا شايفين الغرز لسه موجودة، احنا بنستخدم نوع من الغرز بيقع لوحده عشان ما نضايقش الطفل. وهنا بقى في زيارة اللي بعد 3 شهور هتلاحظ ان الجبهة بقت مفرودة تماما، بيفضل فيه يعني على جانبي الراس ممكن يبقى فيه رجوع طفيف، لكن المنطقه الاماميه بتاعت الجبهه بتبقى شكلها مقبول جدا وشبه طبيعي. وبكده نكون صلحنا العيب بدون جراحات كبيره وبدون حتى الخوذه. الشرطين الاساسيين للجراحه دي هو ان الطفل يبقى عمره اقل من شهر، والحاجه الثانيه ان درجه المرض تكون متوسطه، ما تكونش من نوع الشديد العنيف، لان ساعتها الجراحه ما بتنفعش. شكرا.